مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على الوداد البيضاوي والمقابلة المصيرية اللي غادي تكون في كازا. عندنا الثقة التامة في الحمراء انها غادي تتجاوز هذه المقابلة هذه وغادي تفوز بها ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على الناطق الرسمي ديال الوداد البيضاوي محمد طلال وداك الشيء اللي كتب في الصفحة ديالو. محمد طلال الناطق الرسمي للوداد البيضاوي على حسابه الرسمي بالفيسبوك، رددتموها كثيرا، كتب والمغاربة والعطايين يا بواسين للدين، هذه كتب هذه قال لهم رددتموها كثيرا على مسامعنا في ملعب 5 جويلي. يعني كان حاضر والناطق الرسمي للوداد، زعما ماشي شي خبر شي إشاعة ولا، هو كان حاضر والناطق الرسمي، راه ماشي اي واحد كيهضر. قالك والمغاربة والعطايين يا بواسين للدين رددتموها كثيرا على مسامعنا في ملعب 5 جويلية، وفي الحقيقة لم نعتبره قذفا ولا سبا، هذا وصف دقيق. نفتخر لكونه ثقافة وموروث ثمين. نعم نحن عطايا لكن بسخاء، زعما كان عطي والعطاء بالمفهوم ديالها. حين نمد يد السلم والسلام والأمن وحسن الجوار مقابل كيدكم وغلكم فنحن عطايا، ونحن فعلا نقبل الأيادي، يد الكبير سنا قيمة أو قامة، فتجد المغربي ينحني تقبيلا ليد الجار والجارة، العم والعمة والخالة، الصهر والشيخ وكبير الحارة أستاذ اللغة العربية، فكيف لا يقبل يد ملكه. إذن هذا الشيء كامل كيوضح لهم أن إحنا معروفين بالعطاء، وتقبيل اليد ماشي شي حاجة، ماشي سبا، خصهم يعرفوا. لأن دابا كيبغي يعاير المغرب كيقول ليه بواسين للدين، كنبوسوه الملك، راه عندنا ملك بحال هذاك كلقيتو نتوما، راه ضروري تبوس ليه يديه، اللي خلى لك الأمن في البلاد، اللي خلى المغرب كقدوة لبعض الدول، ولا نقدروا نقولوا أغلبية الدول، ومنها نتوما. فاش كتهضروا على اي مجال هضرتوا فيه كتشوفوا المغرب كتلقاوه سابقكم شارب عليكم اي مجال، وشوف لي بلاطو ديال التحليل ديالكم، ثقافيه رياضيه سياسيه كلشي، كتبغوا تهضروا المراركه، نشوفوا المراركه، شوفوا المراركه، خصكم المنظر باش تشوفوا المراركه، مشاو هربوا عليكم. اذا هذا بين، ما غاديش نقراوه كامل. سيحل فريقكم كما جاء من قبله، وستهتز المدرجات تشجيعا وتحفيزا، وسيحكون لكم عن طيبوبة والعروبة والطيبة، عن حناجر تشجع الفريق بدافع حب الفريق، لا بما تكدس بطاريات شحن العقول والخبت والكره الدافين، كما فعلوا عندكم بمن دخلوا للملعب يشتمون ويلعنون تعالوا وادخلوا المغرب آمنين مطمئنين. هنا كيعطيهم درس ديال عندنا الامن والامان ديال الناس، عندنا ما كيتشحنوش كما جبتو نتوما هذوك اللي نقدروا نسموا عطايا، اللي جبتوهم للمدرجات باش غادي يسبوا الفريق. هذه من جهه. من جهه ثانيه، علاش حنا ما كنضغطوش كما كيضغطوا المصريين والجزائريين؟ دائما كيضغطوا، على قول الله اكبر، دائما كيضغطوا المصريين والجزائريين على التحكيم، على الكاف، على الفيفا. حنا ما كنضغطوش، الصحافه ديالنا ناعسه. علاش هما كيخرجوا كيقولوا لك هاد الحكم ما بغيناش، عندكم يجيبوا لنا هاد الحكم، حنا كنسكتوا اللي جابوه بسم الله. علاش؟ لان داك الشيء هو اللي كيخلي الضغط على الحكم انه غادي يتكى عليك. حنا ما كنديروش، هنا غادي نشوفوا حكم مصري حرم الوداد من ركلات جزاء واتخذ ضده قرارات غير مقبوله في مباراه سابقه ضد الملعب المالي، يعود الآن لإدارة المواجهات الفريق الأحمر الحاسمة أمام ضيفه الجزائري. إذن الحكم المصري أمين محمد عمر هو اللي غادي يحكم المقابلة، وعنده يد سوابق. علاش حنا ما نوضوش نقولوا هذاك ما بغيناش باش نخليو ضغط ونحطو واحد الثقل على الحكم اللي غادي يجي باش غادي يحكم مزيان؟ حنا ما بغيناش أنه يعاوننا، بغينا يعطينا غير حقنا. الحكم ما كيعطوناش حقنا، خصكم تعرفوا هذه القضية. راه ديما الفرق المغربية، ورينا شي فريق مغربي خدا شي لقب ولا تأهل ماشي عن جدار واستحقاق، وتأهل بالغش ديال التحكيم. كنتوما كتقولوا لنا القجع القجع القجع، وريوني دابا المصريين ولا الجزائريين يوريو لي فيديو ولا شي مقابله تأهل فيها الرجاء بالغش ديال التحكيم، ولا تأهل الوداد ولا بركان ولا ليفار ولا. حنا ديما مضرورين،
علاش؟ لان كنسكتوا. مرحبا، الاحترام، الاستقبال، مرحبا بكم، اجيو لهنا. والاخرين ما كاين غير العصا، كتلقى لي بلاطو ديالهم الصحفيين منوضين الهيلاله، يجب مراسله الكاف، علاش هذا الحكم؟ هذا الحكم اش دارنا؟ علاش هذا يجي؟ ولاو دايرين ضغط على الحكام، ضغط على الحكام، ضغط على كل شيء، كل شيء كيضغطوا عليه هما. حنا كنسكتوا. وخير دليل راه حشومه ما كاينش اللي غادي يدافع عليه. كتشوف شيبو في بين سبور جاس كيعاون عاود المصريين ويعاون الجزائريين كدا، الرجاء ايه ما تستحقش كدا، الوداد ايه تفوقات حاجة عادية. وكان وائل جمعة ولا رفيق صيفي اللي تظلم ولا اللي وقع عليه بحال هكا، كان غادي ينوض يقلب داك البلاطو. غير بين انك كتدافع علينا ولا ما ولا قولها لنا باش ما نعولوش عليك. تش يقولوا المغربي دافع صاحبي على الفرق المغربيه؟ واش هما كتشوفهم كيتقاتلوا على الفرق المغربيه؟ انت جالس مربع عادي بحال اللي لعب البارسا وتشيلسي، ما بحال اللي ما مقصودش. واش فهمتوني ولا لا؟ راه عيب وعار انك تما كمغربي وكتشوف المصري كيتقاتل على الانديه المصريه، كتشوف التونسي كيتقاتل على، جبد التونسي الترجي ولا الساحلي، جبدهم قول ليه راه هذا فريق ضعيف ولا فريق راه ما تغش ولا هذا، تشوف اش غادي يدير لك التونسي. جبد المصري وائل جمعة، جبد ليه قول ليه الاهلي ضعيفه ولا، وتشوف الا ما خرجش فيك عيني ويدافع على الفرق المصريه. جبد الرفيق صيفي الجزائر، المنتخب الجزائري ولا وفاق سطيف ولا، قول ليه كيفاش اللعب ديالو. علاش حنا ما كاينش اللي يدافع علينا تما؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا. علاش حنا دوك اللي كيمشيو لتما ما كيمثلوش مزيان المغاربه؟ ما قلناش انك تضرب معاهم، ما قلناش تقول داكشي اللي ما كاينش. واش بيلانتي ديال الرجاء ضربه في الركبه وانت ساكت؟ واش تسبوا المغاربه، المغرب خلي الوداد تسب المغرب في الجزائر، ما هضرتيش عليها صاحبي. اش ما تقولش يجب معاقبه جمهور شباب بلوزداد؟ من حقك صاحبي راه تسبيتي وتسبوا المغاربه، واش ما قدرتيش تقول يجب معاقبه جمهور بلوزداد، يجب معاقبه فريق بلوزداد؟ علاش هادي ما ذكرتوهاش كاع؟ ها ولا حيت مغربي صافي باغي دير بلاصتك تما؟ ايه نعم كذا كضحك داك الضحصه. ما كاينش اللي يدافع علينا، ما كاينش اللي يدافع علينا في بين سبور. لا الصحافه ديالنا باردين، ما مسوقينش بحال اللي ماشي كيبغيو ديما يشدوا الوسط، راه ما كاينش مع الوسط. راه قلتها وكنعاود، راه مصر والجزائر وتونس ملي كتنزل، نهضر على مصر بزاف، ملي كتنزل في المطار من مول الطاكسي عندهاش غادي تركبه هو كيدافع على الاهلي، قول ليه الاهلي ضعيفه، هذا الشيفور الطاكسي. حنا دياولنا لا كدا، ويبغيو يكونوا مزيان، يبغيو يكونوا فلوس، داكشي ما خدامش. السلام عليكم، دافع علينا معنا ولا ماشي هكا، كون مغربي او لا تكون، دافع على المغرب ولا خوي الطريق. السلام عليكم، وصلنا اخر هذا الفيديو، بغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير. خصنا نشونجيو داك شي بوي خوينا من تما، عطيونا شي واحد حر، شي واحد اللي كيبين تام مغربيت ويعطي قيمه للمغاربه. راه كل ما كيجبدوك المغاربه بسوء ولا كيقول لك لا ديك ضربات جزاء ما كيستحقش الرجاء، وكتقول لهم ايه، كل ما كتزيد تنزل النيفو ديالنا. طلع دافع على بلاد كيما كيدافعوا الاخرين ولا خوينا الطريق. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.